بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تفتكروا اكلمكم عن ايه النهارده؟ حد يديني عنوان العظه كده؟ ها، الابن الضال اللي هو الواد الصغير، مش كده؟ حد استنى يفكر في حاجه تاني؟ نعم. حد بيقول الكبير هو الضال. انا الحقيقه كلمتكم قبل كده وقلت لكم ان هذا الاحد بنسميه احد الابن الضال، لكن انا بحب اسميه باستمرار احد الاب المحب، احد الاب المحب. وكلمتكم عن الاب كتير وكلمتكم عن الابن الصغير كتير، انا عايز اكلمكم بنعمه ربنا النهارده عن الاخ الاكبر، عن الأخ الأكبر. زي ما انتوا سمعتوا في هذه القصة الرائعة اللي ألفها ربنا يسوع المسيح بحكمته الإلهية دي، يعني قصة المسيح قالها كمثل، فهو ألف القصة دي وقالها لنا. في هذه القصة ما يخص الابن الأكبر بيقول كان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا، فقال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمى لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه ها أنا أخدمك سنين هذه عددها وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطي قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمى. فقال له يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الأخ الأكبر، ليه أكلمك عن الأخ الأكبر؟ لأن ربما أكون أنا هو الأخ الأكبر، ربما تكون انت الاخ الاكبر، ربما تكوني انت الاخ الاكبر او الاخت الكبيره، يعني احسن حد يقول لا انت تغلط فينا. ربما يكون في واحد فينا هو الاخ الاكبر. ايه مشكله الاخ الاكبر؟ الاخ الاكبر مشكلته مشكله مركبه الحقيقه، معقده خالص. أول مشكلة إنه لا فهم أبوه ولا عرف أبوه ولا فهم غنى أبوه ولا عرف إيه اللي هيورثه من أبوه ولا عرف أي حاجة عن علاقته بأبوه. دي كارثة. مين اللي ساب البيت؟ الأخ الأصغر. مين اللي قعد في البيت؟ الأخ الأكبر. لكن مين اللي فهم أبوه؟ الأخ الأصغر رجع فهم أبوه بعد ما غلط في حقه. لكن مين اللي ما فهمش أبوه؟ الأخ الأكبر. للأسف الأخ الأكبر ما فهمش أبوه. ليه بقولك إنه ممكن تكون أنت أو أنت أو أنا؟ لأن أنا وأنتوا دلوقتي إحنا في بيت الآب. مش الكنيسة دي بيت ربنا؟ ولا بتاعت مين؟ دي بيت ربنا. فاحنا في بيت الاب، فاحنا قاعدين في البيت، يعني ما ينفعش اقول على واحد منكم الابن الضال او البنت الضاله، لا ده انتوا جوه البيت جوه الكنيسه، ده انتوا قدام المسبح، ده انتوا هتتناولوا. لكن عشان اقول على ولد انه ضال او على بنت انها ضاله، فاللي في ذهني انه واحد عايش في المخدرات بره، ولا واحد متشرد بره،
عايش في الخلاعة ولا عايشين في الكبريهات ولا 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 ولا، ده الضال أو الضالة. لكن الابن الأكبر هو جوه الكنيسة، جوه الكنيسة وعايش في بيت الآب، لكن يعرف إيه عن قلب الآب. لو كان يعرف حاجة أو حاسس بقلب الآب، لو كان يفهم حاجة عن الآب، كان يعرف إن الآب ده أب عنده عواطف. لما حد من ولاده يضيع يبقى قلبه تعبه. هو في حد منكم كأب أو أم لو ابنه ضاع منه أو بنته ضاعت منه بعد الشر، يعني مش هيبقى تعبان من جوه؟ مهما كان الولد ده أو البنت دي وحش أو عمل حاجات غلط، لكن أكيد خروج الأخ الأصغر ده من بيت أبوه وضيعانه وتوهانه، أكيد دي حاجة مست وتعبت قلب أبوه جدا جدا. فلو الولد ده كان فعلا حاسس بقلب أبوه، كان عارف إن خروج أخوه من البيت حاجة تعبت أبوه، ورجوع أخوه للبيت مرة تانية حاجة بالطبيعة لازم تفرح أبوه، وكان لازم هو يتعب مع تعب الآب ويفرح مع فرح الآب، مش كده ولا إيه؟ ولا تفتكروا إيه؟ يعني أنا لو بحب أبويا وأشوف أبويا تعبان، أم أنا خلاص كده موضوع ما يخصنيش؟ يعني دي حاجة بتاعتك، أنت حر أنت أولادك. ولا لما ألاقي أبويا فرحان أنا ما بقاش فرحان إن أبويا يبقى فرحان؟ طبعا لو أنا مش بتعب لتعب الآب ومش بفرح لفرح الآب، يبقى أنا أصلا مش ابن. أو البنوة، علاقة الأبوة والبنوة بينه وبين ربنا فيها حاجة غلط، مش فاهمها صح. أنا كنت منتظر أن الولد ده الأخ الأكبر يقوم بدور إيجابي أكتر. لما شاف أخوه ماشي كان يمسك في ايديه وفي هدومه ويقول له يا عبيط انت تسيب بابا ازاي وتسيب البيت ازاي. كنت متوقع وكنت منتظر ان الاخ الاكبر ده يروح يدور على ابوه بره، على اخوه بره، ويقول له يا بابا ما تقلقش اطمن انا هروح ادور عليه، انا لازم هرجعه. هيكون راح فين يعني؟ ده يمكن في حته قريبه هنا. كنت متوقع ان يقوم بجهد ايجابي، ولكن لانه بعده عن قلب الاب وبعده عن الاحساس بقلب الاب ما عملش حاجه خالص، بل بالعكس ده بيعترض، بيقول غضب. والاب بيقول له يا ابني طب انت حبيبي انت كنت عايزني اعمل ايه؟ ابني ده كان ميت فعاش وكان ضالا فوجد. يعني انا عايزك تفهم قلبي، ده الاب اللي بيقول كده، بيقول للاخ الاكبر، بيقول له انا عايزك تفهم قلبي ان الولد ده بالنسبه لي كان ضال وانا لقيته، وكان ميت وكان وعاش. يعني انا كان في قلبي جنازه ومحزنه ان اخوك ده ضاع، فلما جه الولد قام، ولما جه الكنز اللي ضاع مني لقيته، فانت عايزني ازاي ما افرحش؟ عايزني ازاي ما افرحش؟ ادي مشكلتنا. انت هنا في الكنيسة، ممكن اسألك سؤال بسيط وانت هنا في الكنيسة؟ اشكر الله انكم في الكنيسة يعني، لكن ممكن اسألك سؤال، هل دورت على قريبك اللي ما بيجيش الكنيسة؟ هل دورت على قريبتك؟ هل كلمتوا اصحابكم؟ هل كلمتوا جيرانكم؟
ده بالناس اللي ضايعة دي والناس اللي تايهة دي عن ربنا، ايه دورنا في رجوعهم؟ لو احنا فاهمين قلب الاب فعلا، لو احنا نشعر بقلب الاب كنا عملنا حاجة. لكن كل واحد بيصحى الصبح ويجي على الكنيسة جري كويس، لكن فكر في غيره. طب هل عملت حاجة بخصوص الناس اللي ضايعة، بخصوص الناس اللي تايهة، بخصوص الناس اللي وجعت قلب ربنا؟ قلب ربنا موجوع، عملنا ايه؟ عملنا ايه عشان نريح قلب ربنا؟ انا يعجبني بولس الرسول لما قال من يضعف وانا كمله وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. ده الواحد اللي قلبه متحد بقلب الله الاب، يبقى قلب بيدور على الاخرين. بيقول لتلاميذه اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. انتوا عملتوا ايه في الكرازه بالانجيل والبشاره في الانجيل؟ عملتوا ايه للكرازه بالانجيل والبشاره الانجيل؟ تقول لي يعني انت عايزني ابقى اشتغل مبشر ولا هروح اوعظ وانا ما اعرفش اوعظ؟ يا سيدي دي بسيطه قوي اليومين دول. لو انت عايز تكرز بالانجيل، بدل ما تحط اطباق السلطه والطعميه على الفيسبوك، وبدل ما تحط ما اعرفش ايه، حط ايه من الانجيل. مين يعرف؟ يمكن حد يقراها. حط قول من اقوال الاباء على الانجيل. مين يعرف؟ ما يمكن تصيد حد وترجعه لبيت ابوه. فمشكله الاخ الاكبر، اول مشكله في مشاكله انه كان لا يشعر بقلب الاب. كان لا يشعر بقلب الاب، ما عملش اي جهد علشان يرجع اخوه. المشكله الثانيه انه كان لا يعرف غنى الاب المدخر له. كان لا يعرف غنى الاب المدخر له. يعني ايه؟ تصوروا لما الولد الصغير ده رجع، الاخ الصغير رجع، ابوه عمل ايه؟ ذبح ايه؟ العجل المسمن. طب والاخ الاكبر طلب من ابوه يديله ايه؟ جدي. جدي الجدي قد كده مش كده؟ قد كده. والعجل قد كده مش كده؟ ف انت عبيط قوي، سوري يعني. انا بقول للاخ الاكبر كده، بقول له انت عبيط، انت بتطلب من ابوك جدي. جدي ده ممكن ده بيقول لك انا ذابح عجل مسمن، تعالى انت واصحابك وكلكم تعالوا كلوا واشربوا وافرحوا بغنى الاب السماوي. كنت بتدور على جدي؟ ما هو ده اللي احنا بنعمله، ان احنا بنطلب طلبات زمنيه وبنربط محبتنا بالاب بالطلبات الزمنيه. ونقول ما انا صليت ان ربنا يعمل لي ما اعرفش ايه وما عملهوش، وخلاص، ونزعل من ربنا ونغضب من ربنا. لكن مبارك هو الله الاب الذي باركنا بكل بركه سماويه، بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح يسوع ربنا. لانك مش عارف غنى الله الاب، ما انتش عارف ربنا مخلي لك ايه. عشان كده بولس الرسول بيقول لاهل افسس، بيصلي لهم انه تنفتح عيون قلوبهم واذهانهم عشان يعرفوا غنى مجد ميراثه في القديسين. اه لو تعرف السماء، اه لو تشوف السماء، اه لو تشوف الاكاليل المعده في السماء، اه لو تشوف مجد السماء، ما كنتش ابدا ابدا في علاقتك مع ربنا تقول له انا عايز جدي، انا عايز جدي. كنت تطلب
زي ما قال كده إشعياء لحزقية، قال له اطلب وعمق الطلب أو رفعه إلى فوق، يعطيك السيد الرب نفسه آية، هوذا العذراء نفسه، هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. انت بتدور على جدي، ده أعطاك ابنه، أعطاك ابنه الذي لم يشفق على ابنه بل قدمه من أجلنا، هل لا يهبنا معه كل شيء؟ أعطاك ابنه، ده أعطاك أن أنت تتحد بالمسيح، ده أعطاك سر التناول، يعني بتشترك في جسد المسيح وفي دم المسيح، ده حافظ دي غنى في السماء، ده عمل لك عرش في السماء، بيقول لك من يغلب فسيجلس معي على عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه، مخلي لك عرش في السماء. والنهاردة جاي تدور على جدي، النهاردة جاي تدور على جدي، مش معقول. فدي المشكلة التانية بتاعت الأخ الأكبر. فالمشكلة الأولى أنه لم يشعر بقلب الآب، والمشكلة التانية أنه لم يعرف عن غنى الآب. الخطأ الثالث أو المشكلة الثالثة أن الولد ده كان بيبص لأخوه نظرة كلها إدانة، كلها إدانة. يعني اسمع اللي قاله عن أخوه، ما قالش كلمة حلوة أبداً أبداً. شوف كده قال عنه إيه، يقول له لما جاء ابنك ابنك، يعني لما تشوف تروح لبابا كده تقول له ابنك مش أخويا، واخدين بقى بتنصل منه، أما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني، دي فيها إدانة وفيها شكاية، مشتكي، ده فيها روح إبليس، لأن إبليس هو المشتكي على إخوتنا. إبليس قبل الصليب كان يقف قدام الله في العرش ويشتكي على إخوتنا، زي ما اشتكى على مين؟ على أيوب، وقال له هو هل مجانا يتقيك أيوب؟ ما انت عملت له عملت له عملت له، سيبني بس عليه. فكل إدانة وكل شكاية. فدي في الواقع دي اللي حجبت رؤيته عن انه يعرف قلب الاب وعن انه يعرف غنى الاب. تاني، دي المشكلة الاساسية اللي حجبت، اللي ضلمت عقله، اللي قفلت عقله، انه ما يعرفش عن قلب الاب حاجة وما يشعرش بيه، وانه ما يعرفش غنى الاب. الحاجة المشكلة اللي عملت دي انه عايش بروح الادانة وروح الشكاية على اخوه. اقول لك بصراحة، يعني انت قاعد في الكنيسة وانت قاعدة في الكنيسة، لو حاسس انك احسن من اللي جنبك او احسن من شخص اخر بلاش زي، لو انت قاعد في الكنيسة وانت قاعدة في الكنيسة وضميرك فيه شكوى وادانة لاي شخص، يبقى هتبقى غريب موجود في الكنيسة في بيت الله ولكن غريب عن الله، لا تعرف قلب الله ولا تعرف غنى الله ولا تعرف غنى الله. قبول الآخر، قبول الآخر
ده الدرس بده لنا ربنا يسوع المسيح النهارده، ان احنا نقبل الناس ونفرح برجوع الناس، لان السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 لا يحتاجون الى التوبه. قاعد في الكنيسة بتشتكي ده وبتشتكي ده، قاعد في الكنيسة ومش عاجبك ده ومش عاجبك ده، عايزنا اقول لك سامحني، انت في الكنيسة بجسمك لكن لا بقلبك ولا بفكرك ولا بروحك، انت موجود في الكنيسة، وبالتالي لا تشعر بقلب الآب ولا تشعر بغنى الآب. الأخ الأكبر، ربما أكون أنا حملت عليكم لما قلت لكم إن ممكن تكون أنت الأخ الأكبر بتتصرف كده، أو ممكن تكون أنت الأخت الكبيرة بتتصرفي كده. عايز أقول لكم حاجة تانية، عايز أقول لكم إن ممكن الكنيسة نفسها تبقى الأخ الأكبر، ممكن الكنيسة ككل تبقى الأخ الأكبر. إزاي؟ لما الكنيسة تقفل على نفسها وما تقبلش حد جديد ونعمل شلل، واذا دخل فينا حد غريب كله يبص عليه وكله يتساءل عليه وتبقى مشكلة، يبقى احنا ككنيسة عملنا كالاخ الاكبر. انا عايز اقول كلام اكتر من كده وربما ما يعجبش البعض، لما الكنيسة الارثوذكسية تنظر بنظرة دونية لأي من الطوائف الاخرى تبقى هي عملت زي الأخ الأكبر، مليانة إدانة للناس التانيين ولا تسعى إنهم تقبل الناس التانيين يدخلوا جوا الكنيسة. مرة حد قال لي إن في أحد الآباء الكهنة كتب عن البروتستانت وكتب عنهم إنهم هرطقة. أنا مش عارف يعني إلى أي مدى إحنا هنبص بنظرة الأخ الأكبر لغيرنا، بدل ما نفتح لهم قلبنا ونقبلهم ونعلمهم الحق اللي عندنا والمجد اللي عندنا وغنى الآب اللي عندنا ونعزمهم على الوليمة بتاعتنا، إحنا بنبص لهم نظرات مش كويسة، وبالتالي خدنا دور الأخ الأكبر، خدنا دور الأخ الأكبر. أفتكر في أحد مؤتمرات الوحدة الكنسية أو أسبوع الوحدة الكنسية اللي بتعمل مرة في السنة في العالم كله، أفتكر أحد المطارنة الكاثوليك قال كلمة حلوة، قال الكنيسة القبطية دي الكنيسة الأم، وإحنا عايزين الكنيسة القبطية تضمنا كلنا، تاخدنا كلنا كأم بتحتضن ولادها. فين الشعور ده؟ فين الشعور ده؟ هل عمرك فكرت تدعي حد مش أرثوذكسي وتقول له تعالى احضر الوعظة أو تعالى احضر القداس؟ طب لغاية امتى احنا نقفل على نفسينا ومفكرين الآب السماوي هو بتاعنا احنا بس والباقيين دول مش تبعنا ملهمش دعوة بينا؟ سمعت قصة لطيفة مفيش مانع ان انا اقولها برضو. بيقول ان في واحد طلع السماء وبعدين الملاك حب يفرجه السماء، فراح وداه منطقة كده فيها الناس فرحانة بتتنطط وبتزقطط وكله بقى موسيقى وبتاع، فقال له ايه السماء دي فيها مين اللي بيعملوا كده؟ قال له دول الجماعة البروتستانت. فبعدين وداه حتة تانية فلقى الكنيسة منضبطة قوي وكل حاجة بنظام
ما تلاقوش العيال اللي بيجروا دول، تلاقي كلهم حتى يعني كبار في السن عندهمش عيال. حكاية مظبوطة قوي، والشماس بيمشي بطريقة محسوبة، ما تلاقيش الشماس اللي رايح جاي ويبان في الفيديو، ما تعرفش هو ايه اللي حصل. ما انا بشوف في فيديو القداس ابص الاقي شماس فلان طلع الناحيه دي وجه الناحيه دي، شماس فلان جه من الناحيه دي وراح الناحيه دي، الدنيا كده هايصه. مش العيال بس يعني مؤاخذه يعني الشمامسه يعني. فما لقاش كده، لا العمليه مظبوطه. قال له ايه ده، ايه المنطقه دي؟ قال له دي بتاعه الكاثوليك. راح حته ثالثه مقفول عليها كده، فجاي يتكلم قال له بص ما تتكلمش، اوعى تعلي صوتك. قال له ليه؟ قال له اصل الناس اللي جوه فاكرين ان هم وحدهم اللي في السماء، فمش عايزينهم يحسوا ان في حد تاني في السماء. قال له مين دول؟ قال له ارثوذكس. فاحنا فاكرين نفسنا ان احنا وحدينا في السماء. لا مش كده، مش كده. احنا بنعتز بالتراث بتاعنا القبطي الارثوذكسي، نعتز بتعليم الاباء، نعتز بكل شيء، ونتمسك بالعقيده الارثوذكسيه ولا نفرط فيها. ولكن هذا ليس معناه ان ننظر نظره دونيه للطوائف الاخرى، او نقفل كنيستنا وما نقبلش حد من الطوائف الثانيه. الاخ الاكبر ماشي، انا عارف الرساله دي ممكن ما تعجبش ناس كتير، لكن انا قلتها وامر لله. يعني اكلمكم بقى عن الاخ الاكبر الحقيقي اللي فعلا يستحق انه ياخد لقب الاخ الاكبر، هو ربنا يسوع المسيح. وربما تندهش ان انا بقول هذا التعبير عنه، لان بولس الرسول نفسه قال عنه صار بكرا بين اخوة كثيرين، صار بكرا بين اخوة كثيرين. ربنا يسوع المسيح لما اخذ جسد بشريتنا بص لكل واحد ضايع وكل واحد ضال، وقال للآب السماوي انا مش بس عايزك تقبله وتفرح بيه، ده انا هقدم نفسي ذبيحة من اجله، ده انا مستعد ان انا ابقى ذبيحة الخطية، العجل المسمن اللي اذبح من اجل كل ضال ومن اجل كل خاطئ. وفي السماء هيقول ربنا يسوع المسيح ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. شوف كل العالم ده المؤمن بالمسيح واللي يدخل السماء هو من اجل من وضع نفسه وصار في وسط البشرية كبكر أو كأخ بين أخوة كثيرين. هو ده اللي استحق إن أنا أقول عنه اللي هو الأخ الأكبر. أحبائي النهاردة محتاجة إن احنا نراجع نفسينا، لربما وإحنا متصورين إن احنا بنعمل الطقوس وبنعمل الأصوات، متصورين ان احنا ابرار وان احنا احسن من كثيرين، ونسينا ان احنا محتاجين نرجع بقلبنا للآب السماوي. انا كان نفسي الاخ الاكبر اللي في القصة ده النهاردة، كان نفسي بعد ما ابوه يكمل له الكلام ده ويقول له يا ابني يا ابني انت معي في كل حين، كل مالي فهو لك، يا ابني السماء بتاعتك، يا ابني غنى الملكوت بتاعك، يا ابني انا اعطيتك ابني، يا ابني اعطيتك كل شيء، يا ابني كان ينبغي ان نفرح ونصر ان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. كان نفسي وربما يكون ده اللي حصل، ان الولد الكبير يسجد تحت رجلين أبوه يقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. دي الحتة اللي ناقصة في القصة، والرب يسوع قصد أنها تبقى ناقصة في القصة، عشان بيقولك النهاردة كملي أنت القصة، كمل أنت القصة،
تفتكر ممكن أكملها إزاي؟ أكملها لما أعرف الغلط بتاعي وأعرف إن أنا كنت عايش في علاقة ناموسية مع الله وليست في علاقة نعمة، وأقول له أخطيت يا أبتاه في السماء وقدامك، لست مستحقا أن أدعى لك يا ابننا. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.